منذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بداية الأزمة أمام البرلمان في 30 من الشهر الفائت، وتحدث فيه عن مؤامرة تحيكها دول قريبة وبعيدة ضد سوريا للنيل من أمنها، والأجهزة الأمنية السورية مشغولة بتأكيد هذه النظرية والبحث عن أدلة تثبت وجود مؤامرة على النظام. البداية كانت مع توجيه الاتهام إلى النائب اللبناني عن تيار المستقبل جمال جراح وتمويل وتسليح خلية إرهابية هي على علاقة بالإخوان المسلمين، مهمة استهداف المتظاهرين واتهام الأجهزة الأمنية بذلك، استتبعها بإجراءات مشددة على الحدود اللبنانية السورية في منطقة العبودية أمام حركة الشاحنات قيل إنها لأسباب أمنية. اليوم وبعد قرار السماح بالتظاهر السلمي، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية ضبط الأجهزة الأمنية السورية لشحنة سلاح تقول إنها متطورة كانت مهربة من العراق عبر نقطة التنف الحدودية. انقلاب صورة التهريب من سوريا وإليها يعيد الذاكرة إلى مراحل كانت الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسية في هذا البلد تتهم دمشق صراحة بتسهيل تهريب الأسلحة وعبور انتحاريين وإرهابيين إلى العراق من غير أن يستخدموا أي من النقاط الرسمية المعروفة للعبور، بل طرقا كانت الأجهزة الأمنية هي الأعرف والأعلم بها. في تصريح للعربية أشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إلى أن أمن سوريا مهم للعراق وأن بغداد هي على أتم الاستعداد للتعاون مع دول المنطقة لوضع حد لشرور القاعدة بحسب تعبيره. أمن سوريا وشعبها مهم جدا لنا في العراق، نحن على استعداد تام للتعاون مع كل دول المنطقة، نعرف أن شرور هذه المجموعات مجموعات القاعدة على الجميع، وبالتالي مطلوب تعاون أمني ليس فقط في عبور المناطق الرسمية نقاط الحدود الرسمية، وإنما على الحدود ممكن أن تنشط هذه المجموعات وتهرب أسلحة. لدينا معلومات غير مؤكدة الحقيقة، لأن هناك نشاطا بين مجموعات القاعدة في العراق لأنها تفكر أن تنتقل إلى دول المنطقة وبالخصوص العزيزة سوريا. فحاجة النظام لبرهان على صحة حديثه بوجود مؤامرة دفعت به إلى توزيع اتهاماته مرة باتجاه لبنان وهذه المرة باتجاه العراق، مع إمكان التفتيش عن متهمين آخرين قد يكون تنظيم القاعدة، طالما أن النظام وأجهزته لا يريدون الاعتراف بالأزمة الداخلية والمطالب الشعبية بالتغيير والإصلاح بحسب عدد من المراقبين. حسن فحص، العربية.